الشرطة الأندونيسية تعتقل 11 شخصا تشتبه في تورطهم بالتخطيط لاعتداءات لمهاجمة السفارة الأمريكية في العاصمة جاكرتا وبعثات دبلوماسية أمريكية أخرى. المعتقلون ينتمون إلى شبكة جديدة تعرف باسم حسمي، وصادرت الشرطة خلال العملية شحنة نازفة في منزل في مدينة ماديوم في شرق جاو، إضافة إلى متفجرات ودليلا حول كيفية صنع القنابل. سوهاردي أليوس المتحدث باسم الشرطة أكد أن أهداف المجموعة كانت مهاجمة السفارة الأمريكية في جاكرتا والقنصلية العامة في مدينة سواربايا في جاو الشرقية.